الندوات في المدارس وسط الطلبة، ولا بتبقى مخصصة لقادة الرأي أو للمؤسسات الكبيرة؟ يعني خلينا أقول لك الاتجاهين. إحنا مشينا، يعني كان عملنا قبل كده ندوات، عملنا في الأهرام ودار الهلال واليوم السابع والجمهورية وفيتو، ورحنا وزارة الخارجية واتحاد الصناعات، وإحنا بعد كده في المركز القومي للبحوث. المدارس لسه ما عملناهاش، بس عملنا حاجة شبيهة بالمدارس، إن إحنا كنا في ساقية الصاوي كل كام شهر كنا بنقول لأحد المدارس اعملوا عندنا رحلة مدرسية. كان بييجوا عندي طلبة كلية الطب، بنعمل لهم مسرح عرايس عن الأمراض، يبدأ الطلبة يوزع عليهم كراريس التلوين ويبدأوا إن هم يلونوا معاهم. أقول لك إن في نهاية اليوم الطلبة لما جينا نسألهم، كانوا 3 دقايق و4 دقايق و5 دقايق، لما نسألهم عن كل المعلومات هم حافظينها وفهموها. المعلومة لما بديها لك بطريقة غير مباشرة بتثبت. لو جبتي طفل وحاولتي تدي له معلومات بطريقة مباشرة مش هيركز معاكي ومش هيرضى يسمعك، بينما لو اديتي له معلومات بطريقة غير مباشرة من غير ما بقول له إن أنا بتكلم في الطب، يعني الأطفال دول احنا علمناهم، احنا عاملين الرحلة في ساقية الصاوي، فالناس جاية ذهنيا، جاية يوم جمعة، جاية إن هي تخرج وتلعب، فكان استيعابهم للمعلومات كويس جدا. يمكن في نهاية اليوم الستات الأمهات جت قالت لي: دكتور عمرو الله احنا سمعنا معلومات كتير ما كناش نعرفها قبل كده. على قد ما هي كلمة حلوة، هي كلمة وحشة. كلمة وحشة ان المعلومات الأساسيات، انا بدي أساسيات ان هي ما تبقاش واصلة للأمهات اللي المفروض انها تعلم، هي دي مشكلة، وده اللي بيخلينا ان احنا لازم نركز مع الأطفال. ان يمكن كمان الطفل حتى هو بيلون الكراسة مع مامته، فممكن لو المعلومات البسيطة دي مش عنده هيقدر مامته كمان توصل لها المعلومات وهو بيلون الكراسة.